أعزائي من مدينة أفسس، منواصل دراستنا عن رحلة بولس الرسول إلى مدينة أفسس، وطبعا دراستنا هي عن مدرسة أفسس. جاء بولس إلى هذا المكان. حتى أعطيكم خلفية أن بولس ابتدأ الرحلات التبشيرية من أنطاكيا سوريا. الرحلة الأولى كانت في مقاطعة آسيا، وصل إلى دربة وليسترا ومقاطعة أو إقليم غلاطيا، ورجع حتى يعطي التقرير للرسل. والرحلة الثانية كان الغرض أنه يخبر الأمم بالرسالة المفرحة، أنه ما في داعي يكونوا تحت ضغط أو عبء الناموس، وما في داعي للاختتان، وكان بيفتقد الكنائس، وطبعاً بيكرز لآخرين أيضاً. هاي الرحلة ابتدأت طبعاً في نفس الأماكن اللي ابتدى فيها بولس الرسول، لكن بولس كان بيتحرك بطريقة نبوية، كان بيتحرك بطريقة استراتيجية، وكان بيتحرك بإرشاد الروح القدس اللي كان يقوده من مكان إلى مكان. ابقى معي حتى نواصل هذه الدراسة الشيقة عن رحلة بولس إلى أفسس.